أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم دائما على إكسترا نيوز. أرحب بكم تحديدا في استوديو الآن. يتوجه سامح شكري وزير الخارجية اليوم إلى الكويت لترأس الاجتماع الوزاري للدورة 12 للجنة المصرية الكويتية المشتركة التي تعقد خلال الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر الحالي برئاسة وزيري خارجية البلدين. في هذا الصدد قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة يأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير العلاقات المشتركة في كل المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع بما يرقى إلى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، لافتا إلى أنه تم عقد أعمال الدورة الماضية للجنة المشتركة في القاهرة في عام 2016. هذا وأضاف المتحدث الرسمي للخارجية أنه من المقرر أن تشهد أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، فضلا عن تعزيز التشاور وتنسيق المواقف في شأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى نحو يرسخ أواصر التكاتف والعمل العربي المشترك باعتباره دعامة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا الآن عبر سكايب من الكويت السيد محمد كمال الكاتب الصحفي. أستاذ محمد أرحب بك. أستاذ محمد هل تسمعني؟ نعم، حتى يعود إلينا مرة أخرى أستاذ محمد كمال الكاتب الصحفي، نعود مرة أخرى للتذكير بهذه الزيارة التي يقوم بها سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى الكويت. هذه الزيارة تأتي في إطار ترأس الاجتماع الوزاري للدورة 12 للجنة المصرية الكويتية المشتركة والتي تعقد خلال الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر الحالي. مرة أخرى يعود إلينا عبر سكايب أستاذ محمد كمال الكاتب الصحفي من الكويت. أستاذ محمد أرحب بك مجددا. أستاذ محمد هل تسمعني بوضوح؟ نعم أسمعك بوضوح. نعم أبدأ معك إذا سمحت بالعلاقات المصرية الكويتية، إذا يعني بدأت معك الحديث بلمحة عن هذه العلاقات تفضل. طبعا العلاقات الكويتيه المصريه علاقات تمتد منذ السنوات المضت بل عقود ايضا مضت. هذه العلاقات ارتبطت بها الحكومه الكويتيه والحكومه المصريه على جميع الاصعده، سواء اذا كان الصعيد السياسي من خلال المواقف السياسيه التي تبنتها جمهوريه مصر العربيه لدى دوله الكويت منذ الغزو العراقي وكان ومن قبل ذلك، علاوه على المواقف السياسيه المسانده للحكومة الكويتية لبعض القضايا التي مرت عليها مصر وآخرها الثورة المجيدة، علاوة أيضا على أن هناك بعض العلاقات المهمة في الجانب الاقتصادي. هناك استثمارات ضخمة كويتية في مصر وكذلك هناك بعض المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية هنا في دولة الكويت ضمن إطار المشروعات التنموية التي تقوم بها حكومة دولة الكويت. إضافة أيضا إلى بعض العلاقات الأخرى، سواء كانت علاقات اجتماعية، علاقات رياضية، علاقات على جميع الأصعدة بصفة عامة، هذه العلاقات بين الدولتين تؤسس أيضا لمرحلة جديدة خلال هذه الفترة، على اعتبار أن دولة الكويت تعول كثيرا على مصر باعتبارها قلب الأمة العربية، وكذلك الكويت أيضا تنتظر من مصر المواقف المساندة لها في جميع الموضوعات التي تمر بها منطقة الخليج. إضافة أيضا إلى أن مصر أيضا تنتظر المساندات التي تقدمها دولة الكويت، سواء إذا كان على الصعيد السياسي من خلال بعض المواقف المساندة، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية أو ضخ المشروعات الاقتصادية في المشروعات التي تقوم بها مصر خاصة في السنوات القليلة الماضية. في هذا الصدد يعني نذهب معك إلى أسباب هذه الزيارة. يعني هذه الزيارة تأتي لترأس الاجتماع الوزاري للدورة 12 للجنة المصرية الكويتية المشتركة. دعني أبدأ معك الحديث عن هذه اللجنة، اللجنة المصرية الكويتية المشتركة أستاذ محمد. يعني أهمية هذه اللجان، هذه هي تعتبر يعني الدورة 12، أهمية هذه اللجان والتي تحدث بين البلدين سواء مصر والكويت أو أي من البلاد الأخرى. بالفعل هذه اللجنة التي تم تشكيلها بين مصر والكويت هي لجنة تهدف في المقام الأول إلى تطبيق العلاقات الاقتصادية والسياسية
بين البلدين. الاتفاق هذه هذا الاجتماع سيشهد توقيع بعض الاتفاقيات المشتركه علاوه على مذكرات التفاهم بين البلدين، اضافه الى البحث في بعض التطورات التي تشهدها المنطقه والتطورات الاقليميه بصفه عامه. هناك بعض الملفات المهمه والملفات الساخنه وفي مقدمتها الملف الخليجي القطري، اضافه الى مصر. هناك كما نعلم اشكال كبير بين دولة قطر والدول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بالإضافة إلى مصر. ونعلم أن دولة الكويت تقوم بدور مهم جدا في توطيد العلاقات أو توصيل العلاقات بين هذه الدول ودولة قطر، على اعتبار أن هذا الإشكال الذي أوجدته دولة قطر سيجر منطقة الخليج إلى بعض المشاكل الاقتصادية والمشاكل العسكرية. هناك بعض الامور سيتم بحثها في هذا اللقاء، علاوه على تبادل الخبرات بين جمهور مصر العربيه ودوله الكويت في جميع الاقاليم. نعم، سأعود معك إلى ما يتعلق يعني الوضع القطري، وهي من الملفات ربما المشتركة التي ربما تطرح على طاولة النقاش في هذه الزيارة. ولكن يعني فيما يتعلق بمجمل القضايا السياسية، إذا تحدثنا عن تطابق وجهات النظر في بعض قضايا المنطقة، فممكن تحدثنا عن هذا الأمر أستاذ محمد؟ بالفعل دولة الكويت لها دور مهم في المنطقة، خاصة في بعض القضايا التي تتناغم مع السياسة التي تنتهجها الخارجية الكويتية، وتتناغم أيضا مع الخارجية المصرية فيما يتعلق ببعض القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط، سواء كانت القضية الفلسطينية أو ما يدور في جمهورية سوريا وما يدور أيضا في العراق، على اعتبار أنها دولة جوار لدولة الكويت، إضافة إلى بعض المواقف المساندة من دولة الكويت لجمهورية مصر العربية في موضوع مكافحة الإرهاب والدور الذي تقوم به بعض اللجان المشتركة واللجان التي تتعلق بالتعاون العسكري والتعاون الأمني فيما بين الدولتين. إضافة أيضا إلى أن هناك بعض القضايا التي سيتم طرحها، سواء إذا كان تعزيز بعض التعاون المشترك في المجالات السياسيه، في تبادل الخبرات، في هناك بعض اتفاقيات سيتم التوقيع عليها ومذكرات التفاهم فيما يتعلق بالاوضاع السياسيه، وكذلك بعض القضايا او بعض المشروعات الاقتصاديه التي تحتاج الى راس المال الخليجي وخاصه راس المال الكويتي. نعم، يعني في إطار وعلى ذكر الاتفاقيات التي سيتم توقيعها في هذه الزيارة أستاذ محمد، يعني هل لديك علم بهذه الاتفاقيات، ما هي أو مذكرات التفاهم عن ماذا تتعلق؟ هذه الاتفاقيات أو الإطار العام الذي سيتم توقيع الاتفاقيات عليها هي اتفاقيات تجدد تلقائيا فيما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وكذلك التعاون السياسي المشترك فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المنطقة وتلعب فيها جمهورية مصر العربية دورا مهما وكذلك دولة الكويت. هناك بعض الاتفاقيات خاصة التي تم الاتفاق عليها في الدورات السابقة ويتم تفعيلها أو يتم تجديدها، ولكن الجانب السياسي كما ذكرت هناك بعض الموضوعات التي سيتم التطرق لها، ولكنها لن تعلن أو تعلن نتائجها، على اعتبار أن دولة الكويت تقوم بدور الوسيط في القضية الأهم في دولة الخليج، ألا وهي موضوع قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى جمهورية مصر العربية. نعم، هل لك أن تبقى معي لبعض الوقت أستاذ محمد؟ لينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الكويت الدكتور عايد المناع الباحث السياسي الكويتي. دكتور عايد أرحب بك. أهلا وسهلا، حياك نعم. الله. نعم أرحب بك. يعني نحن نعلم أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات تاريخية يعني أخوية منذ فترة بعيدة، ولكن إذا تحدثت معك على المستوى القريب كيف توطدت هذه العلاقات أيضا مع يعني انعقاد اللجان المشتركة بين البلدين والتي يقوم سامح شكري في زيارة إلى الكويت بسبب يعني هذا الموضوع، وهو عقد اللجنة المشتركة الكويتية المصرية وهي في دورتها 12؟ مثل الحقيقة ما ذكرت حضرتك، يعني العلاقات الكويتية المصرية علاقات تاريخية وقديمة. الكويت دائما تحرص على التواصل والتعاون مع الشقيقة الكبرى مصر، ومصر أيضا الحقيقة لها مواقف تاريخية يذكرها الكويتيون في كل اعتزاز، وبالتالي يعني هذه العلاقات
دائما في نمو وفي تطور وحرص على مزيد من تطوير هذه العلاقات على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحقيقة. تعرفوا أنه يعني نسبة كبيرة من الكويتيين تتجه وتقضي عطلها وأحيانا سياحتها في مصر لفترات طويلة. كذلك طبعا هناك استثمارات كويتية في مصر، وهناك الحقيقة في الكويت يعني في الدرجة الثانية تأتي العمالة المصرية التي يمكن تصل إلى حوالي 600,000 في الكويت، وهي نسبة كبيرة بالنسبة لأحجام دول الخليج العربية مثل الكويت والبحرين وإلى آخره. لذلك يعني هذه العلاقة حميمة ومتعززة، والتواصل حقيقة أيضا متعزز في هذا الجانب. الكويت تؤمن بحق الأشقاء في مصر أن يقرروا ماذا يريدون، لا نتدخل في اختيارات الشعب المصري، ونحرص الحقيقة على أن تكون يعني العلاقة ما بين الشعبين في أحسن حالاتها، وهذا ما يحرص عليه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والحكومة الكويتية والشعب الكويتي الذي يكون كل محبة وتقدير لمصر شعبا وقيادة وثقافة وإرث عظيم. نعم. أيضا في هذا السياق دكتور عايد، يعني ماذا نتوقع إذن من مناقشات في هذه اللجنة أو في الدورة 12 للجنة المصرية الكويتية؟ أنا أعتقد جميع القضايا التي ممكن أن تطرح، سواء ما يتعلق بالعمالة المصرية وأوضاعها، وأيضا ما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في مصر، وأيضا يعني أوضاعها القانونية الحقيقة هناك يعني حديث عن هذا الموضوع. طبعا السياحة في الكويتيين في مصر وزياراتهم إلى مصر، كذلك طبعا الأوضاع السياسية التي تمر فيها المنطقة العربية، وخاصة في ظل الأوضاع ما بعد 4 نوفمبر، وهو فرض مزيد من العقوبات على إيران وما قد يترتب على ذلك الحقيقة من تصورات. ايضا الكويت ومصر يعملوا دائما على حل الخلافات العربيه والعمل على تهدئه المواقف. يعني الوضع في سوريا مثلا ممكن يكون محل نقاش، لكن العلاقه الخليجيه والعلاقه الخليجيه المصريه ايضا ممكن ان تكون في هذا النقاش. غالبا الحقيقه الحوارات ستكون عن تطوير العلاقات الثنائية وإزالة أو العمل على إزالة كل المعوقات التي ممكن أن تحدث بين الحين والآخر، سواء لتصرفات فردية أو لتصرفات قانونية. أحيانا قد يكون هذا الأمر مطروح. لذلك أنا على يقين، وخاصة نحن يعني نعرف فخامة وزير الخارجية المصري سامح شكري، رجل حقيقة دبلوماسي عريق ومحب لوطنه العربي، ويبادله الكويتيون الاحترام طبعا والتقدير لفخامة الرئيس السيسي، كبير جدا ومحل اعتزاز الكويتيين، ونثق بأن مصر كانت وستبقى دائما قلعة العروبة والشقيقة التي لا تتوانى عن إسناد الأشقاء إذا ما احتاجوا إليه. نعم. يعني أيضا في هذا الصدد إذا سمحت لي دكتور عايد، يعني فيما يتعلق بقضية قطر والمقاطعة الرباعية لقطر، نحن نعلم يعني أن ربما في وقت من الأوقات كانت الكويت تلعب وسيط يعني لإعادة العلاقات كما كانت في هذه القضية، ولكن منذ وقت بعيد ربما لم نسمع مرة أخرى عن هذا الملف أو أي جديد فيما يتعلق بهذه المقاطعة. هل من المتوقع أن يتم فتح هذا الملف في هذه الزيارة أم هذا شيء مستبعد؟ أنا لا أستبعد ذلك الحقيقة. يمكن الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية المصرية الكويتية، لكن الكويت لا تزال تبذل جهود في حل الخلاف الرباعي مع قطر. لا يبدو أن هناك يعني تفاؤل كبير في هذا الجانب،
لكن طبيعة الكويت الحقيقة ودبلوماسيتها التي أوجدها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد منذ 1963، وهي تكون تلعب دور الوسيط ما بين الأشقاء والعمل على حل الخلافات، ولها تاريخ طويل في هذا الجانب. لعل وعسى أن تصل إلى حل، لأنه لا مصر ولا السعودية ولا البحرين ولا الإمارات، وبالتأكيد يعني الكل يسعى بأن يوجد حل لهذه الأزمة، لكن للأسف الشديد الأشقاء في قطر يبدو أنهم لا يزالوا يعني في بعيدين عن الحل عندما يفرضوا شروط. يعني عندما يقول والله وزير الدفاع القطري، وزير الدولة شؤون الدفاع، يقول أنه لابد من الاعتذار ورفع الحصار وما أدري إيش، يعني هذه حقيقة شروط غير مقبولة من الطرف الآخر، وأكبر المتضرر من الإجراءات هي قطر، وبالتالي يعني لا ينبغي أن يكون هناك شروط. هناك متطلبات تقدمت فيها الدول الأربع، وهذه المتطلبات باعتقادي أن من مصلحة قطر قبل أي طرف آخر أن تلبيها، أو على الأقل تلبي جلها وتعد بتلبية البقية الباقية، ولو بعد حين، أو تتفاوض مع الأشقاء على ذلك. لذلك يعني كل تركيز زيارة دولة سعادة وزير الخارجية سامح شكري هي ستكون الأساس الحقيقة لما هو العلاقات الثنائية، لأنه هناك علاقات وطيدة ورغبة أنا أعتقد كبيرة لدى الطرفين بتنميتها وتعزيزها، وخاصة أن مصر الحقيقة بدأت يعني مشروعات سياحية كبيرة وطموحة تحتاج إلى تمويل. وفي نفس الوقت الحقيقة الكويت حريصة على أن ينتعش الوضع الاقتصادي المصري. نحن بحاجة شديدة لمصر قوية وذات تأثير على كل الجبهات، لأنها لها تاريخ الحقيقة في الدفاع عن الأمة العربية بما فيها الحقيقة مناطقنا. يعني المصريون سنة 1961 ساندوا الكويت في أمام تهديدات عبد الكريم قاسم، وأيضا القوات المسلحة المصرية ساهمت في حرب تحرير الكويت مساهمة فعالة، ومواقف مصر السياسية أيضا في الحالتين كانت مواقف أخوية صادقة وذات تأثير حقيقي. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الدكتور عايد المناع الباحث السياسي الكويتي، شكرا جزيلا لك. أعود مرة أخرى إلى ضيفي عبر سكايب من الكويت أستاذ محمد كمال الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، دعني أتحدث معك في جانب آخر إذا سمحت، وهو الجانب الاقتصادي. كيف هي العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية؟ نعم، العلاقات الاقتصادية الكويتية هي علاقات لم تتأثر بأي تطورات أو جفاف في العلاقات ما بين الدولتين إنجاز التعبير. هذه العلاقات التجارية أو متوسط حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية نحو نصف مليار دولار أمريكي بعيدا عن المنتجات النفطية، وهذا الرقم بكل تأكيد لا يلبي طموحات الجانب المصري وكذلك الجانب الكويتي. كان هناك اجتماع في 7 نوفمبر الماضي تحت مسمى لقاء الأشقاء، بحث فيه الجانب الاقتصادي الكويتي وكذلك الجانب الاقتصادي المصري سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوطيد هذه العلاقات والمرور بنة الأخرى من خلال تمويل بعض المشروعات الاقتصادية. هناك بعض المشروعات المطروحة من الجانب المصري والجانب الكويتي يرغب فيها، كما ذكر الأستاذ عايد المناع أيضا أو الدكتور عايد المناع في أن الجانب السياحي مهم جدا لرأس المال الكويتي. هناك بعض رجال الأعمال الكويتيين مهتمين كذلك بالاستثمار في القطاع السياحي خاصة في هذه الفترة وتحديدا منذ الأعوام الثلاثة الماضية. هناك أيضا علاقات اقتصادية بين الدولتين، هناك رجال أعمال لديهم بعض المشروعات في مصر، هناك عائلات باسمها تستثمر في مصر في جميع القطاعات، كانت قطاعات صناعية أو قطاعات في المجال الغذائي وكذلك القطاع المهم جدا هو القطاع الزراعي، علاوة أيضا على بعض المشروعات المشتركة ما بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت خلال هذه الفترة.
نعم، يعني أيضا كونك كاتب صحفي أستاذ محمد، دعني أتحدث معك عن وسائل الإعلام الكويتية أيضا من جانبها، كيف تتناول هذه الزيارة؟ بكل تأكيد هذه الزيارة تحظى بأهمية كبيرة في الشق الإعلامي، سواء كان إعلام مرئي أو إعلام مكتوب أو حتى إعلام مسموع. هناك ترحيب واضح من هذه الوسائل باحتضان هذه التظاهرة أو هذه المناسبة من خلال نشر بعض اللقاءات مع من الجانبين، وهناك تصريحات من هنا وهناك تصريحات أيضا من هناك، تتعاون فيما بينها هذه الوسائل الإعلامية من أجل إبراز الدور المهم الذي تعول عليه هذه اللجنة. الجانب الإعلامي مهم جدا ما بين الدولتين، هناك اهتمام من الوكالة الرسمية وكالة الأنباء الكويتية كونا، وكذلك الصحف اليومية والأسبوعية، وكذلك الدوريات إضافة الإذاعة والتلفزيون الرسمي لدولة الكويت تهتم بهذه الاجتماعات منذ بدايتها. هذه الدورة هي الدورة 12، أعتقد أن هناك اهتمام إعلامي يواكب هذه الاجتماعات. نعم، يعني قبل أن أختم معك أستاذ محمد، ربما ضيفي عبر الهاتف دكتور عايد طرح نقطة مهمة، وهي ما يتعلق بالعمالة الوافدة المصرية إلى الكويت. يعني ربما الكويت من الدول التي بها عمالة مصرية كبيرة، كيف ترى هذا الملف؟ ومن جانب آخر، إذا تحدثنا أيضا عن القادمين من الكويت إلى مصر عن طريق السياحة، نريد أن نتحدث معك عن هذين الملفين، تفضل. بكل تأكيد في البداية أحب أن نوضح أن عدد المصريين النظاميين إذا جاز التعبير أكثر من 600 مصري موجود هنا في دولة الكويت، يعملون في جميع القطاعات، سواء إذا كانت قطاعات مهنية أو قطاعات حرفية أو حتى قطاعات قيادية. هناك الكثير من المصريين في جميع المجالات يحظون بأهمية من جانب الجانب الحكومي لدولة الكويت، تقدم لهم جميع الرعاية، وإن كانت هناك بعض الأحداث الفردية التي تمت أو التي حصلت منذ أعوام مضت، ولكنها لا تشكل الغالبية العظمى لما يعيش عليه المصريين هنا في دولة الكويت. هناك اهتمام، هناك بعض الخدمات التي تقدمها دولة الكويت للمصريين الموجودين. هناك بعض المصريين يعملون في مراكز قيادية مهمة جدا، ويثبتون أنهم بالفعل جديرين بهذه المناصب التي يتولونها في جميع المجالات، سواء كانت مجالات قضائية، سواء كانت في قطاع التعليم، في المجال الطبي، حتى في الإعلام، إضافة إلى بعض المهن أو الحرف الخدمية من خلال عمليات المقاولات والبناء وما شابه ذلك. نعم. فيما يتعلق بالشق الثاني، الكويتيون يرحبون دائما بالسياحة في مصر ويذهبون إليها على مدار العام. هناك بعض الكويتيين يملكون بعض المشروعات المهمة في القطاع السياحي، ولذلك هناك سياحة بينية على مدار العام، وإن كانت هذه السياحة تزيد وتيرتها وتزيد أعدادها في خلال موسم الهجرة، والهجرة الموسمية هي تبدأ من شهر 7 حتى شهر أكتوبر 7 و8 و9 و10. تقريبا هذه السياحة أيضا يعولون عليها كثيرا، خاصة في المناطق الساحلية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر سكايب من الكويت أستاذ محمد كمال الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.